Bonjour, donc on va continuer donc nos séances donc au sein de ce qu'on appelle la terminologie juridique et avec un nouveau terme donc في إطار أو ما يسمى باللغة العربية في إطار استمرارية الحصص المتعلقة بالمصطلحات القانونية وسوف أقترح اليوم مصطلح متداول بكثرة وخاصة في مجال كي يتسمى بالفرنسية بعدا لي مود ألتيرناتيف دو ريغلومون دو كونفلي وما الوسائل البديلة لحل المنازعات ولكن سوف أقتصر على مصطلح يهم يعني طلبة كلية الحقوق وهو ما يسمى بلا كونسيلياسيون لا كونسيلياسيون كونسيلياسيون وتعني كمصطلح قانوني كترجمة وهو الصلح كما هو معلوم الصلح خاصة في المادة اللي غنختص فيها أو سوف نتطرق إليها يعني بشيء من التفصيل في إطار المصطلحات القانونية أيضا وهو الصلح المتعلق ب أو كما ورد في مقتضيات الفصل أو المادة باردون المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية دونك سي لارتيكل 41 دو كود دو لا بروسيدور بينال كتكتب هكا كود دو بروسيدور بينال لارتيكل 1 article 1 du code du procédure pénale. وتطرق لما يسمى مسطرة الصلح. مسطرة الصلح. باش نكونوا واضحين او عند او باش نوضحوا الامور. الصلح كما ورد في التشريع المغربي يكون فقط في الجرائم البسيطة لا يمكن الحديث عن جريمة القتل ونمشيو نقولوا الصلح في جريمة القتل دونك ما يمكنش إذا وهذا التدبير كيكون بموافقة الأطراف وكيكون في محضر كيكون في محضر ستادير ان بي في كي سوغ ادريسي وكيكون محضر رسمي وهذا المحضر يتم المصادقة عليه اذا والجهة التي تصادق عليه وهو رئيس المحكمة او من ينوب عنه دونك اعيد ان المحضر يكون رسميا ويكون بموافقة من طرفين ولكن يكون أو يتم المصادقة أو تتم المصادقة عليه من طرف رئيس المحكمة إذا قلبنا يعني في لي سورس يعني في المصادر ديال الصلح نجد أن المؤتمر العاشر لهيئة الأمم المتحدة الذي تم في سنة 2000 بمدينة فيينا كان ضمن أو ما يسمى ضمن أو الدول المنضمة ناشدت الدول لإيجاد حل لما يسمى حاليا بالعدالة التصالحية دونك باش يديروها من ضمن الاولويات خاصة بين الاطراف واللي هو كنسميوه هنا الصلح 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 في المادة او في النظام او في المنظومة الجنائية نحن نعلم او كل يعلم يعني في المادة الجنائية انها كلها من النظام العام اي كيتسمى لوردر بيبليك وعندما نتحدث عن النظام العام استثنى المشرع بعض الجرائم
وكانت كاستثناء. وعلاش؟ نظرا لبعض او ما يسمى بالطبع الاجتماعي لهذه الجرائم، او في بعض الحالات الطبع الاسري وحفاظا على يعني متانة الاسره، والذي يهيمن عليها يعني ما يسمى ب او سامح او اوكل الاطراف او اعطى الصلاحيه للاطراف بتعبير صحيح بابرام مصالحه بشانها. اذا وعندما يتم الصلح في شان هذه الجرائم فانها تسقط المتابعه او تضع حدا للمتابعه. اذا من اهم الجرائم اللي ناخذها كمثال في هذاك، ناخذ مثلا قضيه اسريه واللي كيبت فيها القانون الجنائي، وهي اهمال الاسره. دونك اهمال الاسره يعاقب عليه التشريع الجنائي في الفصل 481 قانون الجنائي. اذا القانون الجنائي يعاقب على جريمه اهمال الاسره، ولكن اذا وقع صلح تسقط المتابعه. الحاله الثانيه اللي كتورد في مثلا في القانون الجنائي، وهي نظمها في الفصل 491 قانون الجنائي، وهي الخيانه الزوجيه. الخيانة الزوجية. إذا تنازل أحد الأطراف، يعني صلح بين الزوجين، كنسميها كتدخل في إطار الصلح. إذا تنازل أحد الطرفين عن هذاك تسقط المتابعة وتكون هناك. كاين جريمة أخرى ونظمها في 535 من القانون الجنائي. وهي ما يتعلق ب او عندما نتحدث عن السرقه بين الاقارب. اذا كان هناك تنازل فان كي قال له او كما يقال باللغه رفع القلم وتسقط المتابعه. اذا تم فانها لا تحرك متابعه. هناك بعض الجرائم مثلا الجرائم الجمركيه، وهذه ضابط الجمركيه، دونك هذه عندها طابع خاص حتى هي اذا ما قام التنازل من طرف هذاك تسقط المتابعه الى اخره. دونك وهادو في بعض ما يتعلق بما يسمى ب لا كونسيلياسيون او الصلح. اذا ماذا يعني الصلح كاصطلاح او المصالحه او كونسيلياسيون بتعبير فرنسي؟ اذا لا كونسيلياسيون سي ان اكور بار لوكيل دونك دو بيرسون اون ليتيج دونك مات فان ا سيلويسي باغ اوبوزيسيون ا لاربيتراج. لاربيتراج وهو التحكيم. اذا التحكيم سي ان مود تا هو باغمي لي مود التيرناتيف دو ريغلومون دو كونفلي، ولكن لاجل السرعه وتجنب البطء الى اخره، وهذا موضوع اخر يتعلق كمؤسسه للتحكيم فيما يتعلق في عندما نتحدث عن الوسائل البديله لحل المنازعات. المصالحه بالعربيه، المصالحة بالعربية وتعني اتفاق حبي يعني ودي بين شخصين على وضع حد لنزاع ناشئ بينهم ويقابله التحكيم. دونك هذا فيما يتعلق ب لا كونسيلياسيون. المصطلح الثاني او لو دوزيام تيرم دون سات سيونس دونك اي لو تيرم كوراتور. لو تيرم كوراتور كثير من الناس يتساءلون، يقول لك ما هو او ماذا تعني؟ وهو الولي او القيم الى اخره، وصي الى اخره. ما هو دور لو كوراتور او الولي او الوصي؟ اذا هذا الدور الذي يلعبه الوصي او الولي، وناخذ مثال ديال عندما يتعلق بشخصين، او مثلا ناخذ مثال بسيط او نازله اتيه، هلك هالك فترك ممتلكات وعنده غير ابن واحد وخلى له جميع الثروات، ولكن ذاك الابن لا يحسن التصرف في الاموال. اذا هنا جاء التشريع او في المصطلحات القانونيه وكنسميوه السفيه،
هو الشخص الذي يسيء تدبير امواله، وبما ان سفهه سوف يعني كي كنسميو حنا سوف ديك الثروه غادي ما تبقاش. اذا شنو ماذا عمل المشرع؟ فانه يحجر عليه بواسطه ولي او قيم يدير امواله. اذا هنا بتعبيرنا هذاك تتسمى انه السفيه ليس بقاصر من حيث السن، ولكن قاصر من حيث التصرفات. اذا وهو راشد لكن لا يحسن التصرف، يعني بموازاة مع باقي راشد اخر او الى اخره. دونك اذا هذا ما يعني. اذا وهنا جاء المشرع لحماية امواله ولحمايته من الاضرار الناتجة عن سفهه يعين له ولي او مقدم او الى اخره ليدير امواله او تركته لكي لا يقع في افلاس. اذا ماذا تعني لو كيغاتور او الولي؟ اذا هو لو بيرسون او لا بيرسون باردون شارجي داسيستي ا ماجور بلاسي سو لو ريجيم دو لا توتيل. لا توتيل هي القوامة او الوصاية. اذا هو الشخص المكلف بإعالة راشد سفيه او متوه والذي يوجد تحت حماية القوامة. دونك وهذا المصطلح الاخر في هذه الحصة. المصطلح الرابع او الثالث باردون، وهو اللي كما ذكرت سالفا في الحصة السابقة عند في حالة التنظيم القضائي، وتحدثنا عن اطراف الدعوة وقلنا لو دوموندور. لو دوموندور الوغ لو دوموندور او كما يعرف في الاصطلاح القانوني وهو المدعي. كل شخص تم انتهاك حقوقه او تم التطاول على ممتلكاته او حقوقه الشخصية، لان كما قلنا هناك الحق وهناك القانون. عندي حقوق ولكن يسمو فوقها قانون يحمي هذه الحقوق او يحمي كل شخص من الضرر. دونك كل فعل احدث ضررا يمكن لشخص ان يلتجئ الى المحكمة للمطالبة بحقه، والمحكمة هي القانون الذي يقرر حماية هذا الحق. دونك وكنسميو حنا دغوا اوبجيكتيف اي دغوا سوبجيكتيف. اذا وقريتها في المدخل لدراسة القانون السداسي الاول. اذا عندما نقول لو دوموندور دونك توجور اون ولا غروسو مودو سي لا بيرسون ليزي، يعني المتضرر والذي يطالب بالتعويض او برفع الضرر عنه، ولكن بدعوى كما لاحظنا في الحصة السابقة بدعوة قضائية وليس بحقه او ياخذ حقه بحق، لان نتعلق الامر هنا بقانون الغاب، وقانون الغاب انتهى في زمن في ايام زمان او في زمان مضى. اذا ماذا يعني لو دوموندور؟ alors toute personne qui intente son action en justice، يعني كل شخص او هو الشخص الذي يرفع دعواه امام القضاء ويسمى بلو دوموندور. سون اوبوزيسيون او الطرف الثاني، بما انك انت المدعي اما كتدعي الشخص الثاني واللي هو لو ديفوندور. لو ديفوندور وهو المدعى عليه. إذا سواء تعلق الأمر بالحالة الأولى أو هذاك، il peut être une personne morale comme il peut être une personne physique، يعني يمكن أن يكون شخص معنوي كما يمكن أن يكون شخص يعني ذاتي. دونك وكل شخص الحق في رفع دعواه أمام المحكمة، يعني
هنا جرت العادة أنه في قواعد مسطرية نقول بس لأجل الاستفادة، كل من ادعى شيء عليه أن يثبته، كل من ادعى شيء أمام المحكمة عليه أن يثبته. دونك en français celui qui prévale quelque chose devant la justice doit le prouver. Celui qui prévale quelque chose devant la justice doit le prouver. ولكن هناك استثناء، يعني في بعض الحالات كنقولوا متى ينقلب على الإثبات. بعض الحالات أنا ممكن ليش نثبت ولكن الخصم هو الذي يمكنها أن يثبت. ربما في الحصة القادمة عندما تحدثوا على الناسيونال الوطني أو لو ناسيونال ولي جاي من تيرم ناسيوناليتي ونقدروا نوضحوا شوية في هذه الأمور إذا ما كان هناك اتساع من الوقت. إذا لو ديفوندور سي كي؟ ألوغ سي لا بيغسون كونتخ لاكيل أن بروسي إيت أنجاجي باغ لو دوموندور. دونك ويتعني هو شخص ترفع الدعوى ضده من طرف المدعي. دونك هنا يتعلق بكل شخص يقوم بتحضير دفاعه لأجل الدفاع عن مصالحه. المصطلح الثاني أو الآخر وهو لا ديميسيون. لا ديميسيون. ديميسيون وهي الاستقالة. الاستقالة كثير ما نسمع أن فلان استقل عن عمله. إذن الاستقالة وهي وضع حد لعلاقة شغل سواء في قطاع خاص أو في قطاع عام. إذن في بعض الحالات كنستعملوا مصطلح ولكن ماشي بالاصطلاح الاستقالة والتي يكون ضدها وهو في قانون الشغل، وتنتحدث عن استقالة الأجير. كنقولوا لا ديميسيون دان سالاريي. لا ديميسيون دان سالاريي، استقالة أجير عن شغله. والاستقالة يمكن أن تكون طوعية وتسمى بالفرنسية لا ديميسيون فولونتير، ولكن في بعض الحالات يكون مجبرا أو يجبر الأجير على تقديم استقالته خاصة من طرف المشغل الذي يقوم بمناوشات لأجل حث الأجير على الاستقالة. وهنا تكون يعني الاستقالة فورسي، يعني إجبارية. إلا إيتي فورسي دو ديبوزي سا ديميسيون، وهنا تكون باطلة وتعتبر في مثابة أو تكيف كأنها أن ليسونسيمون أبوزيف، يعني ما يسمى فصل. ليسونسيمون أبوزيف تعني فصل تعسفي. إذن الاستقالة كما هو معلوم إما كتكون كن قلنا التعسفية وهي التي يرغم الأجير على، ولكن بعض الحالات كتكون استقالة فجائية وكتسمى بروسك. إذن في بعض الحالات يقوم الأجير أثناء سريان عقد الشغل صافي كي لو لوندوما يتخافاي بلو. إذن يفاجئ أو يفاجئ مشغله باستقالة وتسمى باستقالة فجائية. إذن هنا لا يجوز، لأن يجب احترام مقتضيات قانون الشغل خاصة على مستوى الإخطار. شفنا في الحصص الماضية
عندما نتحدث عن مهلة الإخطار، أيضا في الاستقالة حتى لا تكون استقالة تعسفية أو استقالة مفاجئة أو مباغتة، يجب على الأجير أن يقدم استقالتها ويعطي للمشغل مهلة إخطار أيضا لأجل تعويضه بأجير آخر، وذلك في حدود المسموح به قانونيا. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la définition de la démission en langue arabe et en langue française? Donc, la démission, c'est le fait de renoncer volontairement à une situation, à un avantage ou à un droit. En droit du travail, la démission est le fait pour le salarié de prendre l'initiative de rompre le rapport juridique de dépendance, où on se trouve là la dépendance. وهي التبعية. إذن كمصطلح لا ديبوندونس التبعية في علاقة الشغل من الشروط الضرورية في عقد الشغل. إذن علاقة الشغل الفردية خاصة علاقة المشغل مع الأجير ديالو، وهي علاقة تعاقدية، ولكن هنا كاين التزامين. دابا نشوفوا لي كونطرا. عندما نتحدث عن لي كونطرا، عندما نتحدث عن التبعية، إذن التبعية القانونية وكتسمى لا ديبوندونس جوريديك، هو أنه الأجير عندما يتعلق الأمر بعقد شغل، خاصة إذا سواء عقد شغل محدد المدة أو عقد شغل غير محدد المدة، عندما يكون هناك عقد شغل، فإن أن الأجير يلتزم بالامتثال لأوامر المشغل، ساعات العمل، الريسبي او احترام ما يسمى بمكان العمل الى اخره، كما يلتزم المشغل باداء الاجر وحفظ الصحه والسلامه الى اخره. دونك وكيتسمى انه دونك دائما في علاقات الشغل دائما انه يلتزم باداء الاجر، لان ما كايناش لو بينوفولا دونك في عقد شغل. وعقد الشغل كما قلنا انه هناك عقد شغل محدد المده وعقد شغل ذاك، وليس هو محور، ولكن ما يتعلق بالمصطلح وهو لا ديبوندونس ايكونوميك كي لي باردون كي لو لي ا سون امبلويور سي كيل بو فير ان اوبسيرفون ان ديلي دو بري دي ان ديلي دي دو بريافي. دونك هو اللي شفنا الاخطار يعني هو لو بريافي. اذا ماذا تعني باللغه العربيه الاستقالة؟ إذا بتعبير يعني مجازي أو بتعبير يعني جنرال، يعني بصفة عامة، يعني التخلي طواعية عن موقف أو امتياز أو حق. دونك هذا بتعبير يعني أو بمصطلح يعني لغوي سليم. فيما يتعلق بمقتضيات قانون الشغل كما تحدثنا عنه هنا، الاستقالة هي أخذ زمام المبادرة من طرف الأجير لإنهاء علاقة التبعية، هي لا ديبوندونس اللي شفنا القانونية التي تربطه بالمشغل، وهو ما يمكن أن يفعله بمراقبة فترة تسمى بمهلة الإخطار. الاستقالة على أنواع كما شفنا، هناك الاستقالة التأسفية، هناك الاستقالة المفاجئة إلى آخره. دونك هذا فيما يتعلق بلا ديميسيون. المصطلح الثاني واللي هو كنظن غيكون لو كونترا، هو من ضمن مقتضيات القانون المدني، واللي شويه غادي نعمقوا فيه النظر او الدراسه، خاصه انكم تدرسون وحده تسمى بقانون التزامات العقود او تيوري جينيرال دي زوبليغاسيون. اذا غنهضروا على لو كونترا. كاين في بعض الحالات ملي تيقول لو كونترا كاين اللي كيسميها كونفونسيون، هو خطا. كاصطلاح لو كونترا سي با اون كونفونسيون. دونك الكونفونسيون هو اتفاق، والكونترا هو عقد. عقد دونك هو التزام بين طرفين. لماذا نقول عقد؟ لان في لو دغوا سيفيل دون ان كونترا il y a deux éléments، il y a l'offre et il y a l'acceptation.
يتسمى في قانون الالتزامات والعقود الإيجاب والقبول. إذن هذا الاتفاق سيتي نوفر اون بريمي ليو سيتي نوفر دو ان اي سيتي نوفر دو دو. وهنا تتكمن يعني توافق الارادتين. الكونترا او اي عقد له قواعد وحددها قانون التزامات والعقود، ومن ضمن الشروط ديال العقد انه يجب على الشخص ان يكون اهلا للعقل للالتزام والالتزام، للالزام والالتزام. اذا وبتسمى انه اهل ل، وتسمى الشرط الاول في العقد وهو الاهليه. في العقد يكون محل، وفي العقد يكون ايضا سبب. ما هو سبب التعاقد؟ ما هو محله؟ ما هو الى اخره. إذن عندما نتحدث عن السبب أو المحل إلى آخره، كل شيء يجوز للتعاقد يجب أن يكون مشروعا. دونك ونقف عند هذا الحد على أن نقوم بالجزء الثاني من هذه الحصة، وقوفا عند العقد وشروط العقد وإلى آخره. شكرا على حسن الصغة، وإلى الحلقة المقبلة.